عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلمي العلوم بشركة آفاق التعليمية. إن شاء الله سوف نشرح الدرس الأول للصف الأول الثانوي كيمياء وبعنوان قصة مادتين. أولا لنتعلم من قصة مادتين، ما هما المادتين؟ المادتين هما الأوزون والكلور فلور كربونات. لذلك وجب علينا نعرف الأول إيه هو علم الكيمياء. علم الكيمياء هو العلم الذي يدرس المادة وتغيراتها، هو العلم الذي يدرس المادة وتغيراتها. طيب إيه هي المادة بقى؟ من لازم أنا أعرف إيه هي المادة، صح ولا لأ؟ المادة هو أي شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ، وأي شيء له كتلة ويشغل حيز منين؟ من الفراغ. طب في حاجة اسمها المادة الكيميائية؟ آه في حاجة اسمها المادة الكيميائية. إيه هي المادة الكيميائية بقى؟ لو جينا هنا على الشاشة على اليمين، توضيح هنا أهو، شوف بيقول إيه المادة الكيميائية. هي مادة لها تركيب محدد وثابت وتسمى بالمادة النقية، وتسمى بالمادة ايه؟ النقية. تمام كده؟ نبدأ ناخد بقى قصة المادتين اللي احنا عايزينه، الأوزون والكلور وفلوروكربونات. لما نيجي للأوزون، ليه بندرس الأوزون؟ أول حاجة، في ربنا وهب لنا غلاف جوي حول الكرة الأرضية ليحمي الأرض. ليحمي ايه؟ الأرض. الصورة على اليمين هنا اهو، دي طبقات الغلاف الجوي اللي حوالين الأرض. كم طبقة؟ 5 طبقات. يبقى الغلاف الجوي كم طبقة؟ 5 طبقات. 5 طبقات. ايه هم 5 طبقات؟ من الأرض، هنبدأ من تحت من أسفل من الأرض، التروبوسفير، الستراتوسفير، الميزوسفير، الثيرموسفير، الاكسوسفير. يبقى 5 طبقات اهم، 5 طبقات اهم. الطبقة القريبة من الارض او القريبة من الارض هي طبقة التروبوسفير، الطبقة البعيدة عن الارض هي طبقة الاكسوسفير، الطبقة اللي بها غاز الاوزون هي الستراتوسفير، الطبقة التانية، الطبقة ايه؟ التانية. سمكها من 10 كيلومتر ل50 كيلومتر. طيب لما نيجي هنا، خصائص الستراتوسفير على اليسار اهو، ارتفاعها من 10 ل50 كيلومتر فوق سطح الارض، تحتوي على طبقة الاوزون. طيب عايزين نعرف بقى ايه هي الاوزون، اهميته ايه الاوزون. اول حاجة، الاوزون يمتص معظم الاشعة الضارة اللي هي اليو في بي، اللي هي الاشعة الفوق بنفسجية الضارة. ليه؟ تسبب سرطان الجلد وتسبب العمى وتسبب الوفاة احيانا. طيب عايزين نعرف غاز الاوزون بيتكون ازاي. معادلة تكوين غاز الاوزون، الاو مع الاو 2 يديني الاو 3. يبقى كده لما اجي اقول لك ما هو الرمز الكيميائي للاوزون، تقول لي هو الاو 3. اين يوجد؟ تقول لي في الستراتوسفير. 3 اسئلة مهمين جدا جدا. الرمز الكيميائي للاوزون، اين يوجد، اهميته. يبقى الرمز الكيميائي للاوزون او غاز الاوزون هو الاو 3. اين يوجد؟ في طبقة الستراتوسفير. ما اهميته؟ يحمي الارض من الاشعة الضارة الفوق بنفسجية. تمام كده؟ بمنتهى السهولة لما بنيجي نقيس الاوزون، وحدة قياسه ايه؟ مثلا اي كمية لها وحدة قياس، مثلا زي الكتلة وحدة قياسها ايه؟ الكيلوجرام. الطول وحدة قياسه ايه؟ المتر، صح؟ الزمن وحدة قياسه ايه؟ بقيسه بالثانية، مظبوط؟ وحدة قياس الاوزون هي الدوبسون. هي ايه؟ الدوبسون، الديو على اليسار هنا باينة. طيب كمية الأوزون اللي موجودة يجب أن تكون كام؟ 300 دوبسون. لو أقل من كده بنسمي إن في تآكل في طبقة الأوزون. تآكل يعني إيه؟ يعني في السمك بتاعها قل عن 300، يبقى ده تآكل، ويطلق عليها ثقب الأوزون. ثقب ليس ثقب بالمعنى المفهوم، ولكن الثقب معناه إن إيه؟ إن سمك الطبقة قل. سمك الطبقة إيه؟ قل. طب إيه السبب؟
ان سمك الاوزون بيقل، هي مركبات الكلوروفلوروكربونات، هي مركبات او ثقب الاوزون على اليسار سببه هي مركبات الكلوروفلوروكربونات، عناصر تتكون من الكلور والفلور والكربون، وهي تسبب تآكل طبقة الأوزون. يعني ايه تآكل طبقة الأوزون؟ أي أن سمك طبقة الأوزون يقل. تمام. اكتشفها طبعا العالم ميجلي وهو بيحضر المركبات، آثار مركبات الكلوروفلوروكربونات تؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون وبالتالي زيادة ثقب الأوزون. وهنا ينتهي الدرس الأول لقصة مادتين. شكرا لكم.